السلام عليكم أعزائي التلاميذ، سأعطيكم اليوم تمرين مهم في درس توازن الجسم خارج على قوتين. التمرين يقول: لتحديد كتلة واحد لتر من الماء، قام أحمد بتجربة قياس شدة وزن 500 ملل من الماء، وضعت في كيس، هذا هو الكيس، بلاستيك، يعني كتلته مهملة كما يوضح الشكل جانبه. هذا هو الكيس معلق هنا عند الجهاز تاع الديناموميتر. السؤال الأول يقول: ما هو الجهاز الذي استعمله أحمد لقياس لهذا القياس؟ كما تلاحظون الجهاز الذي استعمله هو الديناموميتر، يعني الجهاز الذي استعمله أحمد لهذا القياس هو جهاز الديناموميتر، والذي نعبر به شدة القوة. ويعني السؤال الثاني يعطي مميزات وزن مجموعة كيس زائد الماء، يعني مميزات مجموعات المجموعة اللي عندنا هي الكيس زائد الماء، الكيس زائد ماء، يعني الكيس زائد الماء. يعني ماذا لدينا؟ لدينا مجموعة مميزات وزن، مميزات وزن المجموعة، مميزات يعني مميزات وزن المجموعة التي تتكون من كيس زائد ماء. هذه المجموعة اللي عندنا، يعني وزن المجموعة اللي هو بي، يورمازلو بي. ماذا لدينا؟ لدينا نقطة تأثير. كما تعلمون وزن الجسم دائما نقطة تأثير تكون هي مركز ثقل المجموعة، يعني هو مركز ثقل المجموعة دائما اللي هي الكيس والماء، يعني مركز ثقل المجموعة اللي هو الجي، دائما مركز ثقل المجموعة نرمز له الجي. نقطة تأثير ماذا لدينا؟ لدينا خط تأثير، دائما خط تأثير بالنسبة لوزن المجموعة أو الجسم يكون يعني هو الخط الرأسي، يعني نحو الأسفل، يعني هو المستقيم، دائما المستقيم الذي يمر من مركز ثقل الجسم، يعني المستقيم دائما الرأسي نحو الأسفل، الرأسي والمستقيم الرأسي المار، يعني من النقطة جي، النقطة جي هي مركز ثقل المجموعة. هل لدينا كذلك؟ لدينا الملحة، الملحة كما تعلمون دائما الملحة يكون نحو الأسفل، يعني من المركز ثقل من مركز ثقل، يعني من النقطة الجهية مقل إلى الأسفل. ماذا لدينا؟ الشدة هنا، الشدة كم تساوي شدة وزن الجسم هنا؟ كما تلاحظون ماذا هنا نقرأ في الجهاز نتاع الديناموميتر، ماذا يشير؟ يشير إلى 5 نيوتن، يعني الشدة بي تساوي 5 نيوتن. هذه هي الشدة انطلاقا يعني من قراءة الجهاز اللي هو الديناموميتر. سنمر إلى السؤال 3، ماذا يقول؟ استنتج كتلة 500 ملل من الماء،
يعني عندنا 500 مللتر من الماء، وعندنا وزن الجسم 105، يعني حساب كتلة 500 مللتر من الماء. نعلم ماذا نعلم؟ نعلم أن دائما وزن الجسم بكم يساوي؟ هو إم، هو الكتلة في الجي اللي هي شدة استقالة، اللي هي اللي معطينا أنا هذه شدة استقالة اللي هي 10 نيوتن على الكيلوغرام. لدينا نعلم أن إذا نبحث عن الكتلة، كم تساوي الكتلة؟ إم تساوي بي على الجي، بي على الجي. سأقوم اليوم بالتطبيق العددي، تطبيق عددي، يعني إم كم تساوي؟ كم تساوي بي؟ بي هي 5 نيوتن على ماذا؟ على الجي اللي هي 10 نيوتن على الكيلوغرام، يعني سيكون هنا 5 على 10 كم تساوي؟ هي 0.5 كيلوغرام. هذه هي يعني لدينا حساب كتلة، يعني 500 مللتر فيها 0.5 كيلوغرام، يعني هذه هي الكتلة تاع 500 مللتر فيها 0.5 كيلوغرام. هذا هو الجواب. ننظر إلى السؤال رقم 4، كتلة ماذا؟ 1 لتر من الماء. كما تعلمون هنا ما لدينا؟ أن 500 مللتر كم فيها؟ فيها 0.5 كيلوغرام. ماذا نبحث؟ نبحث عن ماذا؟ 1 لتر، كم هي 1 لتر؟ 1 لتر هي 1000 مللتر، يعني سنبحث على 1000 مللتر كم فيها؟ يعني من الكتلة تاعها بالكيلوغرام. يعني القاعدة الثلاثية هنا، هذه في هذه، يعني إم كم تساوي؟ هي 0.5 مضروبة في 1000 على 500. 0.00 هي كم؟ 10 في 0.5 كم تساوي؟ هي 5 على 5 هي 1 كيلوغرام. يعني باستعمال القاعدة الثلاثية، 500 مللتر فيها 0.5 كيلوغرام، 1 لتر يعني 1000 مللتر، يعني فيها الكتلة التي نبحث كم، يعني سنبحث عن هذه الكتلة، يعني هذه مضروبة في هذه تساوي هذه في هذه، يعني هذه تساوي هذه مضروبة في هذه على هذه، يعني الجواب هو 1 كيلوغرام. دابا ماذا سنعمل؟ خامسا، يعني بالاستعانة، يعني بشروط التوازن، جسم تحت ذات القوة مثل هاتين القوتين، يعني كما لدينا من القوة كما تلاحظون هنا، لدينا قوتين اللي هما شدة وزن الجسم والقوة التي يطبقها يعني الدينامومتر. خامسا، يعني شروط توازن، شروط توازن، شروط التوازن، يعني المجموعة، يعني لدينا المجموعة اللي هي الكيس زائد لنا تحت تأثير قوتين، تأثير قوتين، لدينا قوتين، ما هما هذه القوة؟ اللي هما بي و اف، قوتين بي و اف. بي كما عرفنا هو وزن المجموعة، وزن المجموعة، و
وإف هو كما قلت هو تأثير الدينامومتر، هو قوة نتاع تأثير الدينامومتر على المجموعة، على المجموعة. ماذا يجب في شروط التوازن؟ شروط التوازن ماذا لدينا في شروط التوازن؟ شرط توازن دائما، توازن في شرط التوازن لازم أن يكون نفس خط التيار، نفس خط التيار اتجاهان متعاكسان ويكون نفس القوة، تكون يعني نفس الشدة. ماذا يعني نفس الشدة؟ يعني F تساوي P، ويكون منحيان انحيان تعاكسان. هذا هو شرط التوازن، دائما في التوازن نفس خط التيار نفس الشدة ومنحيان متعاكسان كما تعلمون هنا. F تساوي P تساوي كم؟ 5 نيوتن. لدينا هنا في 1 سنتيمتر يمثل 2 نيوتن. وماذا لدينا؟ لدينا احنا 5 نيوتن. كم تمثل X سنتيمتر؟ يعني X كم تساوي؟ X سنتيمتر يعني تساوي 5 على 2 هي 2.5، يعني 1.5، يعني 5 نيوتن. 5 نيوتن تمثل 2.5 سنتيمتر. سأمثل هناك، سأجي هنا أخذ هذا هو الجي ماركس دخل المجموعة سنتيمتر، يعني هاك هذه هي. ولدينا كذلك قوة الديرومتر هنا، هذه هي إف، ودائما لهما نفس يعني خط التأثير. هذا هو التمثيل، يعني هذا هو جي ماركز دقة المجموعة، وهي هذه القوة نتاع الديرومتر على المجموعة. هذه هي المجموعة، لدينا هذه المجموعة اللي هي كيس زائد ما، هذه هي المجموعة، هذا هو مركز ثقلها، مركز ثقل هو هذا هو الجي. أمر إلى السؤال السادس، ماذا لدينا في السؤال السادس؟ أحسب وزن المجموعة. نحن الآن في سطح القمر، كما تعلمون الوزن يتغير مع التغير يعني الارتفاع، يعني نعلم أن دائما كم تساوي بي؟ تساوي ام في جي. نبحث عن ماذا؟ عن وزن المجموعة. كما تعلمون بي تساوي ام في جي. كم تساوي ام؟ ام معروفة، حسبنا من قبل هي 0.5 كيلوغرام، 0.5 كيلوغرام، يعني هي 0.5 مضروبة في الجي اللي هي 1.6، يعني كم تساوي بي بنيوتون؟ هي 0.8 نيوتون. هذا هو الجسم على القمر، على لالين، يعني على القمر، الجسم على القمر. هذا هو الجسم هنا على سطح الأرض، تيغ لا تيغ سيغ لا تيغ سيغ لالين، ها شدة استقال على الأرض، وهذه شدة استقال على، يعني كما تلاحظون هنا يساوي 5 نيوتن هنا في الأرض، ويساوي 0.8 على، كما تلاحظون عندما يكون الارتفاع ماذا ينقص؟ تنقص الشدة، يعني مع الارتفاع كلما يعني ارتفعنا يعني الشدة تنقص، يعني هذه بصفة عامة. عندما يكون عندنا ارتفاع أكبر
عندما نطلع في الجزائر فعلينا الشده تنزيل، واتمنى لكم التوفيق.